حياكم الله مشاهدينا في حوار المساء واليوم عن كرة القدم والصحافة واللاعبين. أفادت صحيفة الرؤية في عددها بتاريخ 25 فبراير عن استياء عدد من الصحفيين الرياضيين من جفاء لاعبي دوري الخليج العربي تجاه الصحافة الورقية، وذلك عقب المباريات عند مرورهم في المنطقة المختلطة المسمى بالميكس زون، مشيرين إلى أن الكثير من اللاعبين يتفادون الصحفيين باللجوء إلى الخروج عبر أبواب خلفية أو الامتناع عن الإدلاء بأي أقوال أو تصريحات. حول هذا الموضوع يكون معنا اليوم بإذن الله الأستاذ عصام هجو، كاتب وإعلامي رياضي. حياك الله أستاذ الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك. طبعا عندنا تقرير عن هالموضوع إن شاء الله ونرد نتحاور فيه مع بعض إن شاء الله. مشاهدينا إلى التقرير وعودة بعد قليل، تابعونا. اشتكى عدد من الصحفيين الذين يعملون في الصحافة المكتوبة من جفاء اللاعبين في دوري الخليج العربي تجاه الصحافة الورقية بعد انتهاء المباريات عند مرورهم في المنطقة المختلطة أو ما يعرف بمنطقة الميكس زون، مشيرين إلى أن الكثير من اللاعبين يتفادون الصحفيين باللجوء إلى الخروج عبر أبواب خلفية أو الامتناع عن الإدلاء بأي أقوال أو تصريحات. ومع أنه لا يوجد قانون يلزم اللاعبين بإجراء لقاءات صحفية بعد انتهاء المباراة، ولكن اللاعب ملزم بأن يمر من المنطقة المختلطة، وهناك غرامات تطبق على النادي في حال لم يمر اللاعب من المنطقة المختلطة والمخصصة لخروجه بعد انتهاء المباراة. يجدر بالذكر أن المادة رقم 14 تجبر النادي المضيف على تجهيز المنطقة المختلطة لوسائل الإعلام على أن تبدأ أعمال المنطقة المختلطة بعد انتهاء المباراة مباشرة، وتطلب كذلك المادة من اللاعبين ومسؤولي الفريق وطاقم التدريب التابع للأندية المشاركة الدخول إلى المنطقة المختلطة في طريقهم من وإلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بالفريق حتى حافلة الفريق بعد انتهاء المباراة، وتطبق إجراءات ضبط الجودة إذا لم يلتزم اللاعبون ومسؤولو الفريق بهذه المادة، وهي لا تلزم اللاعبين بالتحدث إلى وسائل الإعلام الموجودة في المنطقة المختلطة، إلا أنه يتم تقديم نصائح للاعبين والمدربين بتقديم تصريح موجز لوسائل الإعلام. أستاذ عصام، طبعا شفنا تقرير يتحدث بشكل عام عن عدم التصريح من قبل اللاعبين أو المدربين بعد انتهاء المباريات إلى الصحفيين، ولكن ما لفت نظري أن في التقرير الصحفي كان هناك جفاء واضح من اللاعبين واستياء من الصحافة، لأن هناك علاقة خاصة تربط اللاعب كرة القدم مع الصحفيين بشكل خاص، فلماذا ممكن أن يكون هذا الجفاء موجود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الجفاء، يعني كلمة جفاء كبيرة على هذا الموضوع. نعم. لأنه اللاعبين، في عدد كبير جدا من اللاعبين متعاون. نعم. ولكن بعض اللاعبين قد يكونون حديثي التجربة لا يريدون أن يدلون بتصريحات. جميل. ولكن لاعبي الخبرة لم يرفضوا أي تصريح، اللاعبين القدماء يعني. نعم. الكباتن الذين استغلتهم الملاعب دائما يتوقفون في المنطقة المختلطة ويتحدثون إلينا، وأنا شخصيا لم يرفض لي أحد أن يتحدث. طب هذا شيء جميل أنه لم يرفض لك التعليق أو التصريح من قبل أي لاعب. إذا ما تحدثنا يمكن عن الأسباب الموضوعية للموضوع، أن لا يتحدث اللاعبين، نترك اللاعبين اللي هم صغار السن والذين ليس لديهم القدرة على الحديث والتواصل مع الصحافة بشكل كبير، ولكن أيضا اللاعبين الكبار في بعض الأحيان يمتنعون عن الإدلاء أو التصريح بأي شيء للصحافة، ولكن لهم أسبابهم الخاصة. فحول هذه الأسباب بعد انتهاء المباريات. في البداية أنا ما كملت كلامي، أنت قطعت علي بالسؤال. تفضل. أحيانا اللاعب على حسب نتيجة المباراة، يعني ممكن يعتذر بطريقة حلوة، يعني يقول لك أنا لا أستطيع، أسمح لي مثلا، لكن الرفض بالطريقة الجافة ما لم يكن موجودا على الإطلاق. ولكن يعني نتيجة المباراة هي اللي بتحدد هل سيتحدث اللاعب لفترة طويلة أم لا. لكن اتفق مع التقرير في بعض الأشياء، اللعيبة دائما وأبدا أي لاعب بيحاول أنه يطلع بسرعة. نعم. عشان يمشي يحصل الباص ويحصل سيارته على أساس أنه يروح إلى منزله. اللاعب بيقف معه التلفزيون، إحدى القنوات بتكون واقفة مع اللاعب. نعم. فالإعلاميين بيو بيلتفوا حول الغنى وبياخذوا الكلام من اللاعب. عندك سؤال خاص بتاخذ اللاعب على جنب
بيجاوب لك على سؤالك الخاص. نعم. قاعد تحصل كذا. لكن الحاصل حاليا انهم يقولون اللعيبه ما يدلون بتصريحات عقب المباراه. ليس جميعا. ليس جميعا. نعم. طيب الاسباب، انت قلت لي مثلا الاسباب، لكن في بعض الاحيان انت قلت بعض المباريات لها وضع خاص، صحيح؟ والله بعض المباريات اللاعب دائما يعني اذا كان يعني الفريق الخاسر دائما لا يحبذ ان يصرح. ان يتحدث. أبداً. طب هل هي الان هي موهبه الصحفي او الاعلامي ان يستطيع ان ينتزع الادلاء الصحفي من اللاعب واختيار الوقت في رايك؟ نعم، بتعود الى مدى خبرتك ومدى علاقتك باللاعبين، يعني ما شرط انه انت تكون عندك علاقه مع لاعب او لاعبين او ثلاثه، فبحكم عملك لازم تكون متواصل مع هؤلاء اللعيبه، وسواء كان علاقتك معهم في المنتخبات، سواء كان علاقتك معهم في الانديه، سواء كان انك بتحضر مباريات كثير، وجهك مألوف بالنسبه للاعب، اللاعب جربك في تصريحات كثيره، لقاك انك ما بتضيف يعني وما 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 بتحرف كلامه وما بتأول كلامه، فبيثق فيك وبيقف وبيوقف معك. لكن بعض اللاعبين لديهم تحفظات على بعض الاعلاميين، فإذا وجد هذا احد الاعلاميين الذين اوقعه في مشكله بيعتذر للجميع. طبعا. طب الان اذا ما تحدثنا عن المشكله الرئيسيه، توجد مناصفة بينها بين الصحفي واللاعب، أو هل هي تقع على عاتق الصحفي نفسه؟ والله من الاتجاهين، بعض الإعلاميين لهم يعني الواحد ما 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 يكون قاسي على اللاعبين بصورة أكبر بحكم أنه هو إعلامي، فبعض الإعلاميين لا يجدون فن الحوار مع اللاعبين. نعم. بعض قلة يعني. قلة من الله. نعم. إلى أي مدى ممكن تؤثر علاقة اللاعب مع الصحفيين على طبعا إجراء مقابلة صحفية؟ اللاعب في النهايه يريد شيئا واحدا، انه الحديث الذي ادلى به ان يكون كما هو من غير اي رتوش او من غير اي اضافات. نعم. توقعه في مشكله مع الاداره، فاللاعبين كلهم محترفون. فاذا تحدثت بشيء خارج النص او شيء يدينه اكيد حيؤثر عليه، وحيؤثر حيخصموا منه من راتبه، قد يوقفونه عن اللعب، قد يتعرض الى عقوبه في مثل هذه الحاله، او يكون الاعلام هو السبب سواء كان تلفزيون او سواء كان صحيفه. جميل، عندنا احنا مداخله هاتفيه بناخذها وانت حاضر ويانا ونشوف شو الاجابه على بعض الاسئله. جداً. مشاهدينا معنا مداخله هاتفيه والاستاذ اسهيل العريفي المدير التنفيذي للجنه دوري المحترفين، حياك الله استاذي. الله يحييك اخوي عبد الله، مسي عليك ومسي على اخوي عصام اللي عندك، الله يحفظك ويعافيك. الله يسلمك يا رب ان شاء الله. سالنا لك استاذ الكريم الاليه اللي يمكن ان يتم اعتمادها لتصريحات اللاعبين بشكل طبعا يتماشى مع اللوائح والقوانين. هو بدايه انت مثل ما تعرفون اللاعبين التصريحات اللي انتم تتكلمون عليها اعتقد بعد المباراه. نعم. هذه ما اثيرت اخيرا في احد الصحف بعد المباراه، انت تعرف في مكان مرور اللاعبين والمكزون اللي يمرون منه جميع اللاعبين، عندنا اللوائح والانظمه ان يجب على اللاعبين والمدربين والمدربين اللي في المباراه انهم يمرون من نفس المنطقه هذه. نعم. وتتواجد هناك وسائل الاعلام اللي هي نحن نتكلم على الصحافه والتلفزيونات، ويجب على يعني مش بالضروره انهم يوافقون على التصريحات. هذا النظام معمول به في جميع انحاء العالم، موجود في كل الدوريات، فقط هو اللي مجبورين عليه هم لقاءات التلفزيونات اللي بعد المباراه على طول داخل الملعب. نعم، فإذا يعني هم غير ملزمين بهذا الأمر، ولكن تقييمك أستاذ الكريم عن طبيعة التحاور بين الإعلاميين الصحفيين وأيضا مع لاعبي كرة القدم، هل هذا يؤثر على اللاعبين، أو هل يختار الإعلاميون بعض اللاعبين اللي هم يكونون قد تنرفزوا أو يعني خرجوا عن نطاق الأعصاب في خلال المباراة، ما يؤدي طبعا إلى هذه اللاعبين يتجاهلون الإعلاميين طبعا؟ لا، شوف الحمد لله نحن يعني ما عندنا حالات ان اللاعبين يتجاهلون الاعلاميين، والمنطقه هذه اللي قلت لك يمرون عليها اللاعبين اللي المكسون ويمرون عليها بعد ما اللاعب يكون خذ الشاور وبعد ما هديت اعصابه، فما اعتقد انه توصل انه يكون متنرفز الى المنطقه هذه، ولكن هم يمكن من باب الزحمه الموجوده، ولكن اغلب اللاعبين يعني يسوون لقاءات صحفيه، ولكن هي ليست مجبورين طبعا يسويها. نعم. اي نعم، ولكن هم اغلبهم يسوون لقاءات صحفيه وياخذ، لكن انت تعرف اليوم الصحافه عندنا ما شاء الله اكثر من 8 صحف بين عربيه وانجليزيه موجوده. جميل. صحيح. فبالتالي انت ما تقدر انك تجبر اللاعبين كل اللاعبين انهم يوقفون في هالمنطقه ويسوون كل هاللقاءات، هذا موجود في كل انحاء، لكن هو مجبور انه بعد المباراه يسوي داخل الملعب لقاءين لكل فريق لاعبين يختارهم التلفزيون، ويقدرون الصحفيين ياخذونهم منهم، والصحفيين
في مركز اعلامي موجود في كل نادي يقدرون يحطون الاسئله ويحطون موعد انه يتلاقون مع اللاعب اللي يبونه وياخذون التصريحات اللي بعدين نشوف. نحن خلينا ناخذها من الناحيه الايجابيه ايضا للاعبين، هم من مصلحتهم وابراز اللاعبين والانديه وابراز وجهات نظرهم وعملهم انه يجب ان يتواصلون مع الاعلام. وامانه نحن اقول لك اغلب اللاعبين وانديتنا متعاونين جدا مع الاعلام. الحمد لله، طبعا نحن متاكدين من هذا الامر، لذلك يعني هي في النهايه هي امر شفافيه. نحن نشكرك استاذ سهيل العريفي على هذه المداخله الطيبه، ربي يحفظك يا رب ان شاء الله. مشكورين اخواني، مشكورين. الله كل الشكر للاستاذ سهيل العريفي المدير التنفيذي للجنه دوري المحترفين. طبعا التعليق كان يعني بسيط، يعني لا في هناك لاعبين يستطيعون ان يتحدثون، ولكن يمكن ما يراودني ان بعض الصحفيين يمكن يختارون لاعب ليس لديه القدره الكبيره على الادلاء بمحاور معينه، وممكن ان يخطئ في الحديث، ممكن هذا يكون احد السلبيات اللي يبحث عنها الصحفيين. في البدايه تعقيبا على حديث الاخ سهيل، اعتقد انه يعني اؤيد في كل كلمه قال انه اللاعبين صراحه يعني متعاونين معنا تعاون كبير جدا جدا، وبتعاملوا حتى اذا حب يعتذر بقول لك اسمح لي. نعم بس ببساطه. نعم. ببساطه شديده. ايوه بقول لك يا اخي اسمح لي تعبان انا ومتنرفز، او تعبان بقول لك يا اخي تعبان وخلي المره الجايه مثلا، يعني بحاول اعتذر لك بطريقه يعني سلسه في احترام انت تقبلها ومحترمه. نعم. جدا جدا. في نفس الوقت يعني نرجع لسؤالك انه بعض اللاعبين يعني اللاعب خسران وطالع من بطولة أو سبب الخسارة تسببت في خروج الفريق من بطولة. نعم. فترى البعض يسأله هل سبب الخسارة المدرب أو سبب الإدارة أو السبب، يعني مستحيل لاعب يقول لك إنه يا أخي المدرب غلط أو الإدارة غلط أو الإدارة ما هيئت الجو المناسب. نعم. دي من الأسئلة اللي بتنرفز بعض اللاعبين، يعني بيقول لك يا أخي أحسن أمشي بدل ما ادخل في مشكله. طبعا جاوب على مدرب، جاوب على كلام اداري كذا. والسؤال صعب شوي. السؤال مش صعب، السؤال اصلا ما في محله، مش في مكانه. نعم. واللاعب ليس هو المدرب بالنسبه للاعب زي الاستاذ في طبعًا المدرسه. طبعا فبالتالي ما بيقول لك، ما في طالب بيقول الاستاذ غلطان. زين شو رايك ناخذ راي اللاعب بما ان احنا قاعد نتكلم عن اللاعب؟ خلاص اذا استاذي كريم معانا اللاعب نواف مبارك منتخب الامارات كابتن نادي الشارجه، حياك الله يا نواف. الله يحييك يسلمك. الله يسلمك. معنا استاذنا الكبير الاستاذ عصام ايضا معنا في الاستوديو يتحدث عنكم بكل ايجابيه وطيبه، ربي يحفظه ان شاء الله. والنعم فيه والنعم فيه معروف. الله يسلمك استاذ نواف. اذا بتخبرنا طبعا اول شيء كيف تقيم انت تعامل الصحافه الورقيه مع اللاعبين، وشو الاخطاء اللي يقع فيها الصحفيين وياكم؟ والله انا اشوف حاليا في عصر الاحتراف يعني الامور تفتحت اكثر، يعني اللاعب الحين ممكن يتكلم باريحيه مع الصحافه. يعني قبل الاوضاع شوي كانت تختلف، في بعض الاخوان كانوا مثل يتصيدون في كلمات او في امور، لكن انا اشوف في الوقت الحالي الامور كلها ماشيه على ما يرام، في ثقه بين الطرفين اللي هو اللاعب والصحفي. هذه من الاشياء الايجابيه والاشياء المهمه. نعم طبعا نحن يعني الرد، شو تعليقك استاذي؟ هو تحب توجه سؤال للاخ نواف كابتن؟ طبعا اتفق معه في كلمه الثقه، انه نعم. لازم تكون في ثقه بين اللاعب وبين الاعلامي او الصحفي، فاذا هو وثق فيك انت كاتب صحفي نعم يعني ممكن في اي لحظه من اللحظات يوقف ويتكلم معك، لكن اذا فقدت هذه الثقه فعلى طول هو بيقول لك يا اخي سوري انا لا استطيع. طبعا انت اختصرتها باسمح لي، هذا شيء طيب جدا. نعم نعم. فحديث نواف حديث طيب، وصراحه هذا الكابتن من جميل. اللاعبين المتعاونين جدا جدا، سواء كان فترته اللي في المنتخب، سواء كان في بنيات، سواء كان في الشارقه، سواء كان في الاهلي، حتى الان بعد ان عاد للشارقه دائما حديثه متوازن، حديثه جميل. طيب وكذا يعني. فرصه للاستاذ عصام صحافه والكابتن نواف على الهواء، سؤال مباشر على الهواء. الاعداد لل المرحلة المقبلة من دوري الخليج العربي بالنسبة لنادي الشارقة الذي ما زال في عمق الزجاجة في 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 لائحة الترتيب، وأمامكم مباريات مفصلية، فماذا بعد الفوز على النصر في الكأس؟ والله طوينا نحن صفحة النصر، أصبحت من الماضي، نفكر في القادم، ومثل ما تعرف المباراة الجاية إن شاء الله بتكون مع الفجيرة، الاستعدادات بدأت من اليوم. وان شاء الله نتمنى ان احنا نتوفق مباراه في ملعبنا، ونحن ما نرضى غير بالثلاث نقاط ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كابتن نواف شكرا على مداخلتك. شكرا طبعا استاذ عصام، ربي يوفقك ان شاء الله. شكرا كابتن. فيك.
أشكرك، شكرا. إذن كل الشكر للكابتن نواف لاعب منتخب الإمارات وأيضا فريق الشارجة. لو عدنا يمكن إذا حبينا إحنا نلم هالموضوع في البداية، هناك سبب لظهور هذه الشكوى أو نعم. هذا السبق الإعلامي، هل هو من شخصية ليست ملمة بعالم الكرة في الإمارات، أو هل هو مجرد حديث عابر في الصحافة؟ لا أعتقد، أنا يعني زي ما قلت في البداية أنه في بعض اللاعبين بيرفض يتحدث، لكن حتى رفضه بيكون باعتذار مش من نرفزة، لكن احنا غطينا خارج الامارات، يعني انصافا للاعبي الامارات وانصافا للرياضيين في الامارات قاعدين يتعاملوا برقي وبتحضر يعني على مستوى عالي جدا جدا، يعني الحق يقال هاي تعاملنا برا في حتى على مستوى كاس عالم، على مستوى بطولات دوليه كبيره، بطوله كاس الخليج، البطولات الاسيويه، يعني اللاعب بيجي ماشي عندك وحاطط الايفون، يعني اذا تكلم ولا لن يلتفت اليك ابدا. نعم. هنا على الاقل بيقول لك اسمح لي، سوري، متاسف، اتصل تلفون مثلا. لكن في بعض الاماكن التعامل يعني رف جدا، طبعا يعني طبعا بيكون لابس الايفون وكانه ما في حد واقف بيسال فيه، يعني بطوله الخليج الاخير يعني عانينا معاناه كبيره مع اللاعبين، وما في يعني ما كان في حديث اصلا. جميل. فاللي بيشوف برا ويشوف هنا ارحب كثير. الحمد لله. في بعض اللاعبين طبعا ما يدرون ان الصحافه هي جزء اساسي ومهم جدا للتعريف بهذا اللاعب. نعم. سواء كان اخلاقيات اللاعب داخل الملعب يختلف عن وقوفه امام الكاميرا والحديث مع شخصيه اعلاميه يستفيد منها الكثير ويثقل مهاراته. فلذلك نحن الحمد لله مثل ما قلت الحمد لله الامارات. حتى الامر بيتوقف عليك انت كاعلامي عند اختيار الشخص المناسب للحديث المناسب، يعني ده ممكن فريق يترنح في مؤخره الدوري، انا اسال اصغر لاعب في الفريق، لا اسال الكابتن. صحيح. تسال الكابتن هو اللي بيديك الكلام. الاختيار مهم طبعا. نعم. والتكامل اللاعب بين الصحافه واللاعبين. نعم. جزء مهم جدا حتى يعلم ويعي الجمهور مدى امكانيات هؤلاء اللاعبين وايضا ثقافتهم، لان الثقافه صحيح. اصبحت مؤثر وعامل رئيسي في دوله الامارات. شكرا لك استاذ عصام على تواجدك معنا اليوم، نتمنى ان شاء الله في لقاءات اخرى ان احنا نستفيد ايضا من معلوماتك الطيبه. ان شاء الله. شكرا جزيلا. الله يحفظك. كل الشكر للأستاذ عصام الكاتب والإعلامي الرياضي. فاصل مشاهدينا ونعود لكم مع مساء الإمارات، تريونا.